راديو نيل. بنك نوت لسه مكمل معاكم ولسه بنتكلم معاكم عن افضل الطرق لشراء المنتجات بالتقسيط، ولكن كالعاده خلينا الاول نعرف اسعار الذهب والعملات. النهارده اسعار الذهب يعني في تراجع بمقدار 5 جنيه مع بدايه تعاملات النهارده الثلاث، وعيار 18 ب 1513 جنيه للجرام، عيار 21 1765 جنيه للجرام، وعيار 24 ب 2017 جنيه للجرام. الجنيه الذهب اللي وزنه 8 جرام ب 14120 جنيه، وطبعا بنزود على ده ضريبه القيمه المضافه والدمغه والمصنعيه. أسعار العملات مستقرة مع بداية تعاملات اليوم، والمتوسط بتاع البنك المركزي سعر الدولار الأمريكي 29 جنيه 80 قرش للشراء و 29 جنيه 90 قرش للبيع، سعر اليورو 32 جنيه 40 قرش للشراء و 32 جنيه 51 قرش للبيع، سعر الجنيه الاسترليني 36 جنيه 83 قرش للشراء و 36 جنيه 96 قرش للبيع. أسعار العملات العربية، الريال السعودي ب 7 جنيه 63 قرش للشراء و 7 جنيه 96 قرش للبيع، الدينار الكويتي ب 97 جنيه 57 قرش للشراء و 97 جنيه 91 قرش للبيع، سعر الدرهم الإماراتي 8 جنيه 11 قرش للشراء و 8 جنيه 14 قرش للبيع.